تعاوننا كذلك. نشكرهم على الحضور اللي موجودين معنا، شكرا بارك الله فيكم. نشكر كذلك باش ما ننسى حتى قطاع، نشكر كذلك سيدات واستاذه دكاتره وكذلك اساتذه المركز الجامعي وعلى راسهم السيد مدير المركز اللي دائما واقف معنا سواء على مستوى الندوات او الانشطه اللي يديروها في المركز الجامعي. وكذلك نشكر الطلبه والطالبات تاعنا ابنائنا واللي واقفين معنا جنود الخفاء او جنود الواجب. كذلك نشكر الصحافه المرئيه المسموعه والمكتوبه. نشكر جميع الحاضرين، يعني مع احترام كل الالقاب والمتابعين، شكرا على الحضور. ان شاء الله احنا رانا مجتمعين هنا باش نكرموا روح المرحوم شعيب الله يرحمه. معنا ابنة وزوجها، نشكرهم على الحضور. شكرا سيدة سعاد. فالمرحوم شعيب انتقل الى الرفيق الاعلى.